مثل ما عودتنا شركة شعب عادل العراق تقديم خدماتها المتميزة وبرامجها الترفيهية، اليوم راح نكون في رحلة إلى آثار بابل. الجزء الثاني موجود هسه، راح نشوف واقع حال. يعني شارع موكب ثلاث مراحل موجوده، اي ملك يجي يسوي تعليه او يسوي بنايه باسمه او فد شيء، يعني ما يهدم شو اسمه، يدفن القديم ويبني فوق يعتبر اسس. هسه احنا راح نشوف شارع الموكب، شارع المقدس اللي تقام عليه الاحتفالات البابليه بعيد راس السنه البابليه بالربيع، وراح نشوف قاعه عاش اللي تتكون من خمس قاعات، قاعه الملك نبوخذنصر اللي كان يحكم من هذا العالم. بابل كانت امبراطوريه، هذا حكم يعني العالم كله كان يحكم من هذا المكان. وراح نشوف القصر المركزي اللي بناه الملك نبوخذنصر ب 14 يوم واستخدم به 100,000 عام. قوه وعظمه هذا البناء بهذا الوقت ما تنبني ب 10 سنوات. هسه راح نشوفه. زين الجنائن المعلقه. الجنائن المعلقه اكو منطقه يعتقد وشيء مو اكيد، لانه مكان الجنائن المعلقه. الجزء الثاني موجود هسه، راح نشوف واقع حال. يعني شارع موكب ثلاث مراحل موجوده، مكان جنائن المعلقه اللي استظهروه الالمان، والمكان الثاني اللي استظهره الدكتور مؤيد سعيد بالسبعينات اللي هو المعلومه الاصح مكان جنائن المعلقه. هسه راح نشوفه، راح نشوف اسد بابل اللي هو يمثل قوه وعظمه البابليين. الاسد هم البابليين، والعسكري اللي جواه في حاله صراع ويا الاسد، يعني الدول اللي تطمع بابل يكون مصيرها جوا الاسد، يعني يمثل قوه وعظمه البابليين الاسد. هسه احنا راح نشوف المدينه واقع حال. كل هذا البناء اللي هنا هسه حديث، بس الفوق راح نشوف مكان المدينه، الابنيه القديمه والبناء الحديث اللي صار.
الرحله، شو رايك بهاي الرحله؟ طبعا رحله كلش ممتعه، يعني تجدد روح الثقافه. انصح كل العراقيين يجون هنا ويشوفون تراث بلدهم. اشتاق لك يا نهر، اشتاق لك يا نهر. نلتقي هنا بالاخت. شنو اكثر شيء عجبك بهاي الرحله؟ القصر، القصر الكبير، وهنا الاجواء الحلوه، اجواء العائليه الحلوه. هنا اجواءنا كلش حلوه، صح برا تكون حلوه اكثر بس هنا همات يعني زينه. مثل ما قالت الفه ومثل ما قالت ابها، اكو ناس هواي ما شايفه تراث. انا من الناس مثلها ما شايفه، اول مره اجي اهلي جابوني على مود اشوفها وكلش تونسنا الحمد لله، وكانت فتشي كلش موفق انه احنا اجينا صحابها. صحيح، وتونسنا. مشكوره، بارك الله فيك. اشتاق لك يا نهر، اشتاق لك يا نهر، اشتاق لك يا نهر. هسه نلتقي بهاي الطفله الحلوه، قولي لي على اسمك. اسنا. اسمك اسنا، زين. اسنا، تتونستي هنا بالسفره؟ اي. شنو اكثر شيء عجبك بالسفره؟ شنو اكثر شيء عجبك بالسفره؟ الموسيقى مثلا عجبتك؟ ايه. والوجبه مالت الغداء كانت طيبه؟ ايه. والاثار شفتيها حلوه؟ ايه. اي، ولعبتي وتونستي وشفتي هاي؟ لعبتي بهاي الملاعب همينه تونستي بها؟ ايه. اي، تجين بعد النوب ويا هاي الشركه؟ ايه. اي عم. شكرا يا جزيلا. شو رايك بشركة شبعاد العراق سياحة؟ والله شركة كلش منظمة، هاي أول مرة احنا نجربها. إيه. بس كلش حلوة، يعني ما عندهم أي قصور. تفكر تجي وياها مرة ثانية؟ إي أكيد طبعا. تخطط تجي وياها مرة ثانية؟ إي إن شاء الله، إن شاء الله أكيد. عندنا رحلات إن شاء الله بالمستقبل للأهوار. إي بالمستقبل القريب، فتفكرون أنتم تجون بلمتكم؟ إي أكيد إن شاء الله، لأن هي هاي ما تطول، يعني ما تاخذ هواية وقت من عندنا، ما نحتاج جايز بها. فنقدر نفس اليوم نروح نرجع. تحاول الشركة تستغل مثلا عطلة قريبة تجيها وهاي حتى تسوي هاي، تنظم هاي الرحلات للعوائلنا الكرام. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. مشكورين، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الان مع الاخت دكتورة سماح. سماح علي، اهلا وسهلا بيك دكتوره. هذه اول مره تجين ويا شركه شبعاد العراق؟ اول مره اجي ويا شركه، واول مره اجي هنا انا بابلون. زين، اول شيء راح نسالك عن انطباعك عن الشركه، وبعدين راح اسالك عن انطباعك على المنطقه اللي زرتيها. اوكي. والله حبيت المنطقه اولا، كلش راقيه، ما كنت اتوقع هيك احنا عندنا بالعراق، يعني حرامات ما شايفيها قبل. خدمات الشركه ترتقي لمستوى الشركات العالميه صراحه. التوقيت مضبوط جدا. وجبه الاكل كلش حلوه، تونسنا وياهم. شوف وجوه حلوه وناس طيبين والاسلوب كلش حلو، فكلش يعني اني اجي وياكم ان شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله شركه شبعاد العراق راح تخطط بانه تسوي رحلات مستقبليه الى الاهوار في جنوب العراق، تفكرين تجين ويانا ان شاء الله؟ ديفنتلي، كاونت مي ان، اجي ان شاء الله. ان شاء الله راح نحجز. انت هسه اول واحد باعتبار انت حازه ويا شركه شبعاد بالرحله الجايه. اني اشرف. زين، هسه اسالك على الاثار اللي شفتيها، شنو ملاحظاتك عن الاثار؟ والله كلش حلوه، والجايد كلش كان يعني ما توقعنا هيك ثقافه عندنا وفتشي، يعني ماكو مكان ما يعرف عليه قصه وفتشي، كلش حلو. وسمح لنا انه نصور، وكانت الشيء الحلو انه اي مكان تدخل له فري، مع انه ذات بالخارج مستحيل تدخل هاي المكانات البالاس وغيرها فور فري. everything was for free, that's good. thank you very much. عندك اي ملاحظه، اي شيء تعقيب اخير تقولي؟ ان شاء الله ادعو اصدقائي من UK. فان شاء الله نجي فت سفره جماعيه، يعني راح تروجينا ان شاء الله لخارج العراق. ان شاء الله تجذبين السياحه الخارجيه للعراق ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله. واحنا هم نتمنى ونطمح انه الجهات المسؤوله عن السياحه تهتم بالاثار اكثر بعد، تهتم بالترتيب والنظافه حتى تكون واجهه حضاريه جيده ان للزوار يجون من الخارج. اكيد ان شاء الله، ويا شركتكم همين ان شاء الله نجي. ان شاء الله، مشكوره، بارك الله فيك.
نلتقي الآن بصاحب ومدير شركة شبعاد العراق، طبعا مقدما مشكور على هالتنظيم الجميل الرائع لهذه الرحلة، ومشكور على هاي النفسية الطيبة. وأنا شخصيا أحب أشكرك لأنه دعيتني أنا وعائلتي لحضور هذه السفرة الممتعة الجميلة، وأحب أسمع من عندك أنت انطباعك عن جمهورنا، عن العوائل اللي جت وياك. اولا انا احييك على هاي المقدمه اللطيفه الجميله، واحب اقدم التهاني لكل مسافرينا لشركه شبعاد العراق، اقول لهم كل عام وانتم بالف خير، اتمنى لهم ان شاء الله سنه سعيده مليئه بالافراح والمسرات، واتمنى للشعب العراقي دائما افراح ومسرات دائمه يا رب. هذه واحد. اثنين، انا احب انوه على فد موضوع معين، انه انا مو مدير الشركه، انا منظم لهذه الفكرة، منظم لهذه الحملة. أنا المدير التنفيذي لشركة شبعاد العراق، يعني من خلال تجربتي ومن خلال زيارتي لأكثر من مرة لهذا المكان، هنالك ناس فعلا على مستوى من الثقافة يهتمون بهذه المنطقة الجميلة. كثير من العراقيين يحتاجون أنه يعرفون هاي المنطقة، شنو هاي الآثار، شقد عمرها، شقد تاريخها، خصوصا اكو هواي ناس يعني من دول العالم مهتمين بهذا المكان، فاكيد احنا هذا البلد لازم احنا نكون اهله مهتمين به اكثر. جيد، بارك الله فيك. ولشركة شبعاد قصب السبق في اطلاع زبائننا الكرام وسياحنا العراقيين الكرام على الاثار العراقيه اللي يفترض انه احنا نكون اقرب الناس لها ومفروض نتعرف عليها قبل ما نحاول ان نبحث عن اثار اخرى وعن معالم اخرى في بلدان اخرى. استاذ، تعرفنا في نبذه مختصره عن شركه شبعاد العراق السياحيه، وشنو هي الرحلات اللي نظمتها، وشنو الخطط المستقبليه ونشاطاتها، وين بها مكان؟ اولا شركه شبعاد العراق شركه تاسست سنه 2005، شركه مسجله رسميا بوزاره السياحه والاثار، لها بصمات كثيره بالسياحه داخل وخارج العراق، تهتم بكوادر حقيقيه، تهتم ببرامج فعليه، تهتم بترك اثار ايجابيه للزائرين، ليس فقط يعني سياسه الشركه انه هي سياسه ربحيه، لا، الغرض دائما سياسة الشركة هي سياسة انه تخلي يعني تترك للزبون فرصة انه يتردد لنا مرة ثانية، هذه جزء من سياسة الشركة. اما اسم شركة شبعاد، فشبعاد هي ملكة سومر. حاليا ان شركتنا تنظم برنامج الى اثار الجنوب، ان شاء الله خلال الاسابيع القليلة القادمة ستكون لنا الزيارة الاولى الى هناك ان شاء الله. ان شاء الله احنا نطلع المزيد المزيد، ومثل ما نجحت هذه الرحله الى اثار بابل، انا اتوقع النجاح للرحله القادمه الى اهوار العراق بوجودكم. بوجودكم استاذ، شكرا لك، بوجودكم، بوجود الناس المثقفه اللي فعلا تقدر معنى السياحه، تقدر معنى تراث العراق وحضاره العراق. اهلا وسهلا بكم ويانا دائما. شكرا، بارك الله بكم.